الغلاء وما أدراكم ما الغلاء. المواطن أصبح في حالة يرثى لها بسبب صعوبة الحصول على لقمة عيشه، لا في رواتب ولا في استقرار معيشي، وفوق هذا الأسعار تنهش ما تبقى من لحم المواطن، وأصبح البعض لا يستطيع حتى شراء المواد الغذائية الأساسية لمأكله ومشربه من دقيق وزيت وسكر بسبب الارتفاع الجنوني بأسعارها. ما هي الأسباب برأيكم؟ وكيف يمكن وضع حلول حقيقية للحد من هذه الارتفاعات الجنونية؟ مستني فيديوهاتكم أو تسجيلاتكم الصوتية حول معاناتكم كمواطنين في ظل هذا الغلاء المعيشي على الواتساب، وكمان مستني مكالماتكم في البرنامج عشان أسمع آراءكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 8:10 مساء في برنامج صداقم.